المشاهدين، وزي ما وعدناكم اننا هنغطي كل المهرجانات الدوليه، ادينا وفينا، ادينا اهو على الريد كاربت يعني المكيت الحمري، ومعانا اول مهرجان دولي وفيلم مهالينا، واحنا في انتظار ابطال الفيلم واحد تلو الاخر. يلا اهو اهو بطل الفيلم معانا اهو. شكرا يا حاجه. مبروك. عقبالك يا حاجه، ان شاء الله تعملي فيلم افريقي باذن الله. استاذ زعافي، عايزين نسالك سؤال محرج شويه. الناس بتقول ان اول بطوله سينمائيه جت بسرعه. جت بسرعه ازاي؟ انا بقالي 22 سنه في السينما. 22 سنه؟ اه. بتعمل ايه في السينما؟ بتفرج وباكل فشار. 22 سنه باكل فشار حضرتك وبتفرج لدرجه، سلام عليكم، لدرجه ان انا ان شاء الله الفيلم ده لما ينزل اتوقع له نجاح ليوم القيامه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طب كنت عايز اسالك سؤال تاني بعد. لا، السؤال التاني عند ام هاني بقى، ده احلى سقف. معلش معلش، ابطالنا بقوا بيتنكوا علينا، ونحن لسه في انتظار ابطالنا وفي هذا الحدث التاريخي، وان شاء الله الواحد هيجي تلو الاخر باذن الله، ومعانا بطلة الفيلم. مبروك يا نجمه. استاذه ماهي، عايزين نسالك سؤال محرج حبتين. اتفضل. بيقولوا الناس اللي شافوا اعلان الفيلم ان الفيلم كله عري وكله بوس بس في سياق الدرامي. لا بص، انا ولا بتباس ولا بعري في سياق الدراما، انا بتباس وبعري بمزاجي، لكن في سياق الدراما لا. وبعدين ما احبش الناس ابدا يحكموا على الاعلان. طب هو الفيلم له اعلان؟ لا، وهنعمل اعلان ليه؟ إيه؟ طب عايزين نسال حضرتك سؤال تاني. لا لا كده مفيش تنظيم خالص عن اذنك. نكبر الصور سوا يا نكبر. احنا لسه في انتظار ابطال فيلمنا وفيلم مهالينا، وهيجوا الواحد تلو الاخر باذن الله. واهل العري يا سلام، ام البطل ام البطل. لا لا لا، يلا بقى كات كات، احنا مالناش في الجو الهندي ده. يلا ثواني يا ابني ثواني. سكمك حياك الله. سكمك. اصل امه دارسه بري. والاستاذ منتج الفيلم. ايه انت ما سمعت قال المنتج؟ المنتج ما بيسلمش على حد. ليه يا سياده المنتج بس؟ ايه عنتره، لم نفسك. بقول لك ايه يا عم طه حسين، لا ههزقك يا بني، انا مستر كاراتيه. طب كنا عايزين نسالك سؤال. اسالني. انت مش خايف من المنافسه مع عم احمد ومحمد السبكي؟ احنا محمد ربنا ما بنخافش من حد خلقه ربنا. يعني انت من جواك مش خايف من السبكيه؟ مش قوي. طب كنت عايز اسالك سؤال تاني بعد اذنك. انت بقى من حديد يا انهي. خدي معاك الفيلم الجاي. معلش معلش معلش، واحنا لسه في انتظار ابطال عريتنا ومنورين معانا هم. خشي يا اختي، خشي خشي انت. وايه معلش، فاكرينها حني معلش. والاستاذ مخرج الفيلم وصل. مبروك. بقاء لله. بقاء لله. أهلاً وسهلاً. مستر كونو، مساء الخير. What about your first Oscars؟ كفاية كدب بقى وادعاء وهطل، مش عشان في حفل افتتاح نتكلم بالإنجليزي. مع كامل احترامي ليك، fuck you. أنا عملت من مجموعة ناس زبالة مبتدئين فيلم هيكسر الدنيا. ما هلينا، بص على البوستر فوقي، أنا هكسر مصر. اسألني عن تجربتي الجاية. تجربتي الجاية أهالينا، هلم الأهل والشارع معايا. طب كنا عايزين نسألك سؤال. لا ما تكترش ما تكترش بقى، ما تكترش. معلش دايما مشغولين دايما مشغولين. معلش، ودي أنجلينا جولي دي ولا مين دي؟ وفي هذا الحدث التاريخي لسه منتظرين أبطال فيلمنا، ودلوقتي جه الميعاد المنتظر وهندخل جوه عشان نشاهد. لقيت انت بتنسيتني ولا ايه؟ شوف يا جماعه، وحشوني. ازيك يا طنط؟ عامل ايه يا خالتي؟
طنط مين يمشي يلا امشي يلا في ايه؟ في ايه يا عم؟ مش انت ايه اللي جابك هنا؟ ما انا صاحبهم قوي. في ايه؟ صاحبهم انت عملت ايه في الفيلم؟ ما عملتش حاجه بس بحبهم. طب عايز ايه دلوقتي؟ اسالني اي سؤال، عايز اطلع في رمضان والنبي. عايز تطلع في رمضان؟ طب انت عامل ايه؟ انا الحمد لله كويس. مبسوط؟ قوي. ادخل جوه. السلام عليكم. ودلوقتي يا اعزائي المشاهدين ندخل جوه عشان نشوف هذا الحدث التاريخي وفيلم مهاليني. لبس تاني لولو بوب، لبس تاني لولو بوب. يلا يا عم انت بتاع البوب. لبس تاني لولو بوب. ما خلاص يابا احنا في سينما سفنكس. لبس تاني لولو بوب. النبي هب جنيه بوب يا عم عطيه. لبس تاني لولو بوب. ولا ده منظر انسان. لبس تاني لولو بوب. اربطه في البيت يلا يا عم. يلا شغلوا لنا الفيلم بقى يا عم. الاعلان الصور في الحاره بيتذاع على التلفزيون دلوقتي. ايه؟ ولع النور يا وشغل التلفزيون. اللي قدامكم ده بلطجي، وده بيمشي يعمل ازعاج في الشارع، وده بيرمي الزباله في الشارع ومحدش بيقول له اي حاجه. دول كلهم راضيين وموافقين يكون وسطهم بلطجي، واحد يزعجهم واحد تاني يرمي الزبالة في الشارع. لو مش عايز تشوف العيال التيت دي تعالى كومباوند نيو يورو القاهرة الجديدة. سكمكة سكمكة دول مطلعينا همجيين وانا بلطجي خونة. عجبكوا كده؟ يعني كنتوا بتدفعوا مشاريب الحاجات اللي بتدفعوها، مش كان زماني دلوقتي اللهم لا حسد ساكن في الكومباوند ده. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. البسوا يا حبايبي. خلاص انكسرنا، اعترفنا من اول قلم. كل ده حصل عشان انتوا مهزئين ورضيتوا تطلعوا في اعلان عره زي ده، انما انا مرضتش عشان فاهم. قعدت اقول لكم بلاش بلاش وانتوا عاندتوا، بس لا مش هنقع، مش هنندفن في السيراميك، هنفضل كده كده عشان فيلمنا ده هيكسر الدنيا. وفي سياق اخر قام السيد وزير الداخليه اليوم بتفقد عدد من عمرنا ما هننتهي ابدا في مستشفى الشرطه. مش هسيبك ابو فاروق. ايه ده يا مهدي؟ مش هسيبك. ايه ده؟ انت مش عارف. انت ابو فاروق كل مره بتقولي مش انت ابو فاروق، بتطلع انت ابو فاروق. يا نهار اسود، ده الظابط مهرب ماهر. احنا انتهينا. مش هسيبك ابو فاروق. افتح يا كفتار. افتح. عايزين نسافر. انت بقول لك عايزين نسافر يا كفتار. صبرنا بقى خمس دقايق لو ما قطعتش اكسر الباب. افتح يا كفتار. بقول لك ايه يا تهاني؟ نعم. هو الواد كونو يا اختي هيفضل طول عمره فاشل كده على طول؟ اختي سيبيه يجرب. جرب جرب يا اختي بس بعيد عننا. بتقولي حاجه؟ لا يا اختي ما بقولش حاجه. بقول لك ايه؟ عملتلي ايه في موضوع البنات؟ ما ينزلوا يدوروا على شغل بنفسهم هم صغيرين ولا اصبحهم في حنكهم؟ لا يا اختي انا مش قصدي على موضوع الشغل، انا قصدي على موضوع الجواز. اسمعيها مني كلمة، عايزة بناتك يتجوزوا بره الحارة، أنا قلتها لك قبل كده. الحارة كل اللي فيها عرش ما عدا واحد. إيه اللي بتقولوه ده؟ ويقطع مين ماهر الماهر ده؟ ها؟ وبعدين إزاي يتقبض عليكوا وأنتوا أصلاً ما عملتوش حاجة؟ إيه ده؟ إيه البلد سايبة؟ أنت برضو اللي بتقول لنا كده يا كابتن، مش أنت اللي قلت لنا اطلعوا الغردقة؟ ها؟ خلاص احنا خلاص يا كابتن، خلاص اتأكدنا ان البلد دي الضعيف فيها ملوش مكان، واحنا ولا لينا لا في السينما ولا في الحقيقة، عشان كده لازم نهرب. والظابط ده لو قفشنا انا مستعد اواجه الداخلية كلها لوحدي وبالفرمانش، بس ساعتها تبقى نهايتي يا قبطان.
النبي شوف لنا اي حد يسفرنا بره مصر. اذا كنتوا ما نفعتوش في الغردقه عايز تسافر بره مصر ازاي؟ احنا مش بتوع الغردقه يا قبطان، الغردقه دي زيها زي الجيزه، الاختلاف بس في لون التاكسي. احنا عايزين نسافر بره، نروح اوروبا. اوروبا؟ اه التبرير عدو الانسان. يعني طول ما انتوا بتبرروا فشلكوا يعني معناها عمركوا ما هتنجحوا. بس ما تقولش فشلنا. احنا ما فشلناش، كل القصة بس ان احنا دايما بيبقى حظنا زفت. ازيكم يا حبايبي؟ ايه ده؟ صندوق الرزالة؟ ازيك يا عمو حمادة؟ يا اهلا بصندوق الرزالة. الراجل الملون يا مرحب. ما تغلطش في الواد قدامي. سيبهم يا كابتن، انا اللي غلطان، مع اني كنت هشوف لكم حل لمشكلتكم. قول لي انا، قول لي انا يا عم حماد، انا حبيبك، قول لي ايه الحل والنبي. لا انا مش هتكلم غير لما زعافة يعتذر الاول. اعتذر لمين يا روح خالتك؟ ايه حاسس ملابسك انا؟ ايه خالته دي تبقى اختي؟ مش ذنبي، هي اللي غلطانه ان خلفت عيل زي الواد دوت. ما تخلص انت كمان الزفت انت. حاضر، انا كنت عمال انخرب الفتره اللي فاتت على سفريه، قولوا لي فين. فين؟ اقول لكم فين ولا تزعلوشي؟ يا مصبر الوحش على الجحش يا رب. الكويت، وخلي الكابيتانو مظبط كل حاجة. كويتي بس يا عمو حمادة، دي حر جدا. هو ده الصح يا دي يا بنكرياس، انت دولة عربية، انما دولة اوروبية هتحتاج لغة، لكن دولة زي الكويت هنعمل منها احلى فلوس. انت ايه رأيك يا كابتن في الكلام ده؟ الكويت فرصة عظيمة. الكويت الكويت، بس نمشي. بس الكويت مش هتنفع. انت بتعاندني يا ابو اني ولا ايه؟ ما انت مالك ساعه بتقول الكويت. لا انا مش بعندك يا زعافه، بس الكويت اجراءاتها مكلكعه، احنا عايزين دوله عربيه ويكون اجراءاتها سهله. عايزين؟ هو انت بتتكلم بصيغه الجمع ليه؟ هو اني ما قلتلكوش اصلا هسافر معاكم. يا حبايبي انا شايف انكم تسافروا السودان احسن. هناك ميه النيل جميله والوجوه السمراء المشرقه، غير كده اللحمه رخيصه هناك. الله، السودان حلوه. السودان. بص يا قبطان، السودان حلوه وكل حاجه، بس انا عايز اسافر دوله اوروبيه، عايز اتجوز واحده اجنبيه واخلف عيال شعرها ناعم مش كارته. عايز تخلف عيال ميتالك. الله يحبك يا قبطان، احنا عايزين نخلع من البلد دي في ظرف 24 ساعه، ومش معنى كده ان احنا نروح بلد ظروفها مش عسل. احنا مالناش دعوه بالظروف، احنا اللي بنخلع الظروف. صح، زي ما قال الجزار بالظبط. الجزار اتحبس بعد ما قال كده. طيب ايه رايكم لو تسافروا ليبيا؟ ليبيا؟ بلد الرجاله والبترول وعمر المختار، وبعدين دي هتبقى اول خطوه ليكوا ناحيه ايطاليا.